السلام عليكم. بداية بذكر أني أنا بداية سلسلتي عن الإحصاء الحيوي اللي هي سلسلة محو الأمية كانت بسبب أن أحد الزملاء بقضية علمية راح جاب لي ميتا أناليسس لدراسات، مجموعة دراسات ضعيفة معمولة عليها ميتا أناليسس بقضية ما كانت الحجامة حقيقة، وقال لي هذا ليفل 1 إيفيدنس لأنه خلص في عليها ميتا أناليسس. هذا السبب اللي خلاني أنا أخوض بهذا الموضوع. طرحت 50 فيديو، أتمنى أن يكون غطت معظم أو خلينا نقول فك الخط مثل ما بيقولوا بهالموضوع، وإن شاء الله ممكن نستمر أكثر ونسمع المحاضرات والدورات التخصصية خلينا نقول، ونكون أكثر قوة بالإحصاء الحيوي. رح أختم حديثي عن الإحصاء بالكلام عن الميتا أناليسس اللي هي خلينا نقول هي خلاصة الدراسات، هي بتجمع كل الدراسات الموجودة بمجال ما وبتاخذ منها نتيجة محددة. لما بيطلع معي أنا 4-5 دراسات أحيانا بتكون متضاربة، أحيانا بتكون نتائجها غير متوافقة، مو نفس النتائج، دراسة إيجابية دراسة سلبية دراسة ضد مثلا. فلما بنعمل ميتا أناليسس بنجمع كل النتائج سوا وبنطلع بخلاصة واحدة، هذه هي معنات الميتا أناليسس. فأنا بجمع بالميتا أناليسس مجموعة الدراسات اللي عم تطرح سؤال معين، بجمعها سوا، بعملها تحليل للإحصاء تبعها وباخذ منها نتيجة واحدة. أنا بهذا الفيديو حقول كيف بقرأ الميتا أناليسس وليس كيف بنقد الميتا أناليسس. نقد الميتا أناليسس ما عندي القدرة الإحصائية عليه حقيقة، بس أنا رح شارككم بالشيء اللي بعمله أنا شخصيا لما بمسك ميتا أناليسس أو لما بينزل ميتا أناليسس كيف بعمل. بداية أنا بدي أطلع شو هن الدراسات المشاركة بالميتا أناليسس. إذا كانت الدراسات المشاركة بالميتا أناليسس أصلا دراسات ضعيفة، دراسات ما هي راندومايز كنترول ترايل، فمعناته أنا الميتا أناليسس هذا عليه علامة استفهام. أحد الزملاء بيوم الأيام احتج علي بأنه اللو تايدل فوليوم لازم يطبق عند مرضى المانون آردز، وراح جاب لي ميتا أناليسس شهيرة وقتها. دي الميتا أناليسس لما فتحناها ودخلنا بتفاصيلها، المرضى أصلا هن الدراسات ما هي RCT، كان دراسات observational بعضهم retrospective، واصلا معمولين على غير مرضى العنايه، معمولين على مرضى الاو ار، وبعضهم كان معمول على مرضى سرطان رئه، يعني لا يمكن تعميم النتائج. الهيتروجينيسيتي تبع المجموعه كانت عاليه جدا، خلينا نقول هذا اسمه عدم التجانس بالمجموعه عالي جدا، وبالتالي لا يمكن انك تاخذ منهم خلاصه احصائيه. هي موضوع الاول، انا اشوف شو هي الدراسات اللي نشرت بهذا الموضوع. بعدين بتطلع انا على الدراسات، هل الدراسات كانت كلها كانت دراسات صغيره وبالاخير طلعنا بنتيجة واحدة، هذا الشيء بيضعف نتائج الميتا أناليسس. بالمقابل لما بيكون دراسات اصلا دراسات قوية ومعمولة بالموضوع، 3-4 دراسات قوية وعملنا عليهم ميتا أناليسس وكلهم كانوا ايجابيات والميتا أناليسس عزز وعزز الموضوع، هذا بيقول لي انه الميتا أناليسس فعلا قوي ولا يمكن ضحضه، هذا صار دليل نمبر ليفل 1A. كوكرين ميتا أناليسس، كوكرين هي مؤسسة عالمية بتعمل ميتا أناليسس، هي أرقى أو أعلى درجات الإيفيدنس الطبي لأنه الناس اللي بيشتغلوا فيها محترفين تماما وبيعطونا نتائج لما بيقولوا أنه هذا الشيء إيه أو لا، معناته هذا الشيء منصدقهم، هن أعلى درجات البحث العلمي. بس مشكلة كوكرين أنه ما بيعجبهم العجب، يعني مهما كانت الدراسة قوية بيطلعوا لك فيها عيوب لدرجة، وتانيا الميتا أناليسس طبعا بتطلع 100 صفحة بتضيعك صراحة، وبالتالي أنا بأخذ الكوكرين المختصر تبعها، مو دائما في عندك الوقت تقرأ كل الكوكرين حقيقة. الشيء الثاني بالميتا أناليسس، أنا لما بمسك ميتا أناليسس بطلع شو هو السؤال المطروح، بشوف جوابهم الخلاصة تبعهم، إذا كان مهتم بدخل بالتفاصيل، وبدخل بالتفاصيل بروح بتعلم شو هي الدراسات اللي شاركوا بالميتا أناليسس، بيكون حاطيني بجدول كل دراسة وشو تاريخها وربما شو نتائجها، بعدين بيجمعوهم بشجرة واحدة اسمها الفورست بلوت، كل دراسة لحالها وبيعطوك بالأخير النتيجة تبعهم. أحد الدراسات اللي حشارككم فيها أو الميتا أناليسس حشارككم فيها كيف بقرأها، ربما تكون هي كتجربة، موضوع البرومبوزيشن بمرضى الآرتس. موضوع البرومبوزيشن ناقشته سابقا أظن بأحد المحاضرات بأحد الجلسات، قلنا أنه في 4 دراسات شهيرة عملت كلهم بالقسم الأول من 2020 2001 2004 2007 2009 والأربع دراسات كانوا دراسات سلبية ما قدروا يثبتوا أن البرومبوزيشن بيحسن المورتاليتي بمرضى الآرتس. لما أجا غورين رجع بال 2013 عمل دراسة فرنسي، راح تعلم من الأخطاء، استفاد من الخبرة المتراكمة وعمل دراسة جديدة كانت دراسته قوية وأثبتت أنه البرومبوزيشن بيحسن المورتاليتي عند مرضى السيفير آرتس. لما بتجي هلأ ميتا أناليسس جديدة تطلع بعد غورين وبتجمع الدراسات اللي صدرت سابقا بما فيها دراسة غورين، أنا رح أتوقع سلفا
انه الميتا اناليسيس حتثبت كلام جورين، لانه هي حتجمع كل النتائج سوا. رح اطرحها عليكم الميتا اناليسيس. خليني اشوف فيكم شو هو المخطط، اهم مخطط انا بطلع عليه لما بشوف ميتا اناليسيس. هذا المخطط بشوف فيك شو الدراسات المشاركه، جاتينوني 2001، جورين 2004، منسيبو 2006، توكينو او توكينو 2009 2013. لاحظوا هون بيسجل لك عدد المرضى المشاركين والايفنت اللي صايره. بيطلع هون الويت وزن الدراسه، هون 19% مثلا الجاتينوني 19% حجم نتائج المرضى تبعه بياثروا على الميتا اناليسيس، هي 20% 17% 16% 15%. انا اذا بدي، انا ما فيني راجع كل الميتا اناليسيس، ما فيني راجع كل الدراسات الفرعيه، اذا بدي راجع الدراسات براجع هالخمس دراسات حقيقه. هون نتائج الدراسات معموله، لما بيقطعوا الواحد بتكون غير هام احصائيا، الدراسه الاولى غير هام احصائيا، غير هام احصائيا، كله غير هام احصائيا. لاحظوا دراسه منسيبو كانت اقرب للبرومبوزيشن، كان فيها مشاكل ماديه لذلك ما قدر يجمع عدد جيد من المرضى، فبالتالي ما قدر يثبت اهميه احصائيه رغم انه سريريا كان كلامه صحيح. لما اجى جورين وكان معه مصاري وطبق فكره منسيبو، زاد عدد ساعات البرومبوزيشن وطبقها على السيفير ارتس، طلعت دراسته انه بتفيد الفيفر البرون. لاحظوا انه هدول كلهم ما بيعملوا على الواحد، ما عدا دراسة جورين ما بتقطع الواحد وكله بطرف البرون، وبالتالي دراسة منسيب جورين دراسة ايجابية. لما بنجمع المرضى كلهم شو طلعت معنا الريلاتيف ريسك او ريسك ريشيو، هون بوينت هي ريلاتيف نفسها، ريلاتيف ريسك نفسها هي 0.84، اقل من واحد يعني بتحسن، بس لاحظوا انه هي الكونفيدنس انترفال تبع ما بيقطع الواحد بطرف صغير منه 1.04. غير هام احصائيا لكن سريريا في شيء ممكن يفيدنا لما بنعمل السب جروب اناليسيس، ممكن يستفيد او نعرف شو هو المرضى، مجموعات المرضى اللي بيستفيدوا على البرومبوزيشن. طبعا اكيد ما في برومبوزيشن لجميع مرضى الارتس. لما عملنا سب جروب اناليسيس على المودريت تو سيفير ارتس مقابل اول ارتس، لاحظوا هون المودريت تو سيفير كان مجموع الدراسات او مجموع المرضى، مش الدراسات اللي اخذوا المرضى فقط لان المودريت تو سيفير، فلاحظوا انه هي فضلت البرومبوزيشن. بينما لو اخذنا كل مرضى الارتس بكل درجات الارتس، لاحظوا انه بتقطع الواحد هذه، وبالتالي ما انه مفيد بكل مرضى الارتس. وبالتالي انا بستنتج من هذول الجدولين انه بالسيفير ارتس لما البي اف ريشيو اقل من 150 البرومبوزيشن ممكن يكون مفيد. ناخذ جدول ثاني، عملوا سب جروب اناليسيس ثاني عليها، مثلا لاحظوا انه اكثر من 12 ساعه مقابل اقل من 12 ساعه، اكثر من 12 ساعه بتفيد، اقل من 12 ساعه ما بفيد. فانا اذا بدي اطبق برومبوزيشن لازم طبقه اكثر من 12 ساعه، المنصوح هو 16 ساعه. بيجي هون مثلا انه هل انا طبقت اللو تايدل فوليوم او ما طبقت اللو تايدل فوليوم. لما طبقت اللو تايدل فوليوم البرومبوزيشن كان مفيد، بينما او يعني اقرب للفائده حقيقه، لانه لاحظوا انه 1.04، بينما لما ما طبقته قولا واحدا ما انه مفيد، عم يقطع الواحد تماما. الفكره انه البرومبوزيشن بحد ذاته هو اعاده توزيع للتايدل فوليوم على الرئه بشكل متجانس، فانا اذا كان اصلا التايدل فوليوم عالي عندي ما بستفيد من البرومبوزيشن. هيك انا بقرا الميتا اناليسيس، هذا هو الطريقه اللي بقراها فيها. مثلا من الامثله الشهيره عن الميتا اناليسيس، الميتا اناليسيس المعموله على البيب بمرضى الارتس، نحن بنعرف انه كل الدراسات السنجل اللي هي الوحيده او دراسات اللي انعملت على البيب بمرضى الارتس ما اثبتت مورتاليتي بنفيت، بس لما بنيجي بنعمل ميتا اناليسيس عليهم جميعا بيطلع معنا انه لا، لما نقويهم ببعضهم بيطلع انه البيب ممكن يكون مفيد بمرض بسب جروب بمرضى الاي ار دي اس الشديد. هاي نقطة سلبية بحق البيب، انه اصلا ما في دراسة وحيدة عليه، رغم هذا الشيء نحن بنقبل انه نحن لا، المرضى السيفير ارت لازم يطبق لهم هاي بيب، بس ما مثل ما قلنا اذا كانت الدراسات المشاركة بالكل الدراسات المشاركة كلهم سلبيات واجى الميتا اناليسيس ايجابي، هي علامة استفهام حقيقة. من الامثلة الايجابية مثلا عن الميتا اناليسيس كيف يتحول الميتا اناليسيس لليفل 1A evidence، موضوع مثلا الـ early goal directed therapy هي reverse protocol، اني انا احقق MABS 65 برضى السيبسس، احقق MABS 65 CVP 8 الى 10 او 8 الى 12 وحقق SCVO2، هالكلام هذا هذا كان يعتبر يعني يعتبر انه هو الشيء بيحسن المورتاليتي، وتم تبنيه عده سنوات بالجايد لاين تبع السيبسس. بعدين ناقشوا الفكره بال 2013، صدرت ثلاث دراسات عن هذا الموضوع 2014 و 13، دراسه المانيه ودراسه استراليه ودراسه انجليزيه ودراسه امريكيه، كلهم صاروا بنفس الوقت تقريبا، البروميس والبروسيس والبريسايز،
قارنوا اليوجوال كير مع الايرلي جول دايركتد ثيرابي، وثلاث دراسات اثبتوا انه اليوجوال كير مثله مثل الايرلي جول دايركتد ثيرابي. الايرلي جول دايركتد ثيرابي ما بيتفوق عليهم. لما عملوا ميتا اناليسس عليهم اكيد حيكون النتيجه اقوى واقوى، بالتالي صار هلا عمليا اليوجوال كير اللي هو اني انا ما بلتزم بالارقام بالضبط ايفيدنس حقيقي، ما عاد مجرد والله اراء شخصيه. انا هذا هو الشيء، هذا هو الشيء اللي بقرا اللي عندي عن الميتا اناليسس. الصراحه اكثر من هيك ممكن يكون كلام تفصيلي وكلام احصائي، واني انا بطلع على هيتروجينيسيتي وعلى تجانس العينات وعدم تجانسها. نقطه اخيره ما حكيت عن الميتا اناليسس، في نوعين الميتا اناليسس، في نوع بنعمل على study level اني انا على مستوى الدراسات بعمل الميتا اناليسس بجمع كل حزمه سوا بجمعهم بحزمه كبيره، او اني انا بفرط المجموعات كلها مع بعضها وبجمعهم كلهم بحزمه واحده، كانه انا فرطت كل الدراسات وجمعتهم بحزمه كبيره بتسميها patient level. ويبدو يقال انه patient level بتكون اقوى لانه البيس فيها اقل او الانحياز فيها اقل. هذا هو الشيء اللي عندي عن الميتا اناليسس، بختم في السلسله. ممكن ان شاء الله نكمل بالسلاسل المتعلقه بالبحث الطبي بس بطريقه اخرى. خليني افكر ببالي شو ممكن يكون تطبيقات عمليه، خليني اقول. وان شاء الله يا رب يكون اعجبتكم، اتمنى ترجعوا تسمعوهم من جديد وتتوسعوا فيهم. هن رؤوس اقلام، مو بضروري يحكوا كل الحقيقه، انما هي اشاره للحقيقه. خليني اقول ما هن كلام احصائي، انا ما هو كلام اكاديمي بمعظم الاحيان، انا احكي من سيارتي وبالتالي ما حتقدروا تاخذوه ابدا بمثل ما هو. هو تحفيز للعوده للموضوع، كيف نقرا الادب الطبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.